هنتكلم دلوقتي عن السكال اوف ذا اوكس. طبعا اهم ما يميز السكال اوف ذا اوكس زي ما احنا شايفين وجود كورنوال بروسيس اوف ذا فرونتال بون. شايفين الفرونتال بون عريضه جدا ازاي، دي تميز الاوكس، الفرونتال بون الكبيره قوي والديب تمبر الفصه دي اللي على الجنبين، وجود الكورنوال بروسيس والنقل تيوبيركل، كل دي حاجات تميز الاوكس. ده الكورنوال بروسيس والنقل تيوبيركل، نقولش عليه بقى نقل كريست. هقول اهم الحاجات بالنسبه للاوكس. طبعا ده الانفرا اوربيتال فوريمن نيزل بون، شايفين مشقوقه ازاي. دي اللاكريمال بون وعليها اللاكريمال فصه، في كمان هنا بس مكسور اللي هو اللاكريمال بولا اللي هي دي بتتسمى لاكريمال بولا، بيبقى جواها ساينس اسمه لاكريمال ساينس، ده يعتبر من البارانيزل ساينسز. لو رجعنا ورا كده شويه هنشوف الفرونتال بول والخرمين اللي فيها دول اللي هم السوبرا اوربيتال فورامينا او المدخل بتاع السوبرا اوربيتال كانال. نيجي ننزل على جنب كده، احنا قلنا ده الانفرا اوربيتال فوريمن، ما بيبقاش فيه فيشل كريست زي الهورس، بيبقى فيه فيشل تيوركل اللي احنا شايفينه ده. لما نيجي نرجع لورا هنبص نلاقي اللي احنا قلنا عليه هنا سوبرا اوربيتال فوريمن او سوبرا اوربيتال كانال، ليها مدخل من ناحيه الاوربت اهو، اول خرم من فوق ده اللي هو بنسميه الاوربيتال اوبننج اوف ذا سوبرا اوربيتال كانال. تحتيه هتبدا مجموعه الاوربيتال جروب اللي احنا فاكرينها بتاعه الهورس، فاكرين ترتيبهم اسمويدال اوبتيك اوربيتال راوند في الهورس. تعال نشوف هنا تحت الاوربيتال اوبننج اوف ذا سوبرا اوربيتال كانال، ادي الاسمويدال فوريمن، تحتيه الاوبتيك فوريمن اهو. وبعدين في حاجه بقى هنا تميز الاوكس، الاوكس والشيب والجمل، ان الاوربيتال والراوند فوريمن عاملين فوريمن واحد اهو اسمه اوربيتو راوند او بنسميه اوربيتو روتاندم. يبقى الترتيب هنا اسمويدال اوبتيك اوربيتو راوند. طبعا اللي فوق دي السوبرا اوربيتال اوبننج بتاعت السوبرا اوربيتال كانال اللي هي الاوربيتال اوبننج اوف سوبرا اوربيتال كانال، تحتيها اسمويدال فوريمن اوبتيك فوريمن، وبعدين الاوربيتال والراوند يعملوا فوريمن واحد اللي بنسميه اوربيتو راوند او اوربيتو روتاندم. تحتيه تحت الاوربيتو روتاندم في الخرم الكبير ده اللي هو بنسميه اوفال فوريمن، اوفال فوريمن ده الاوفال فوريمن. اللي على الجنبين دول بيبقوا دول الاثنين بازلر تيوبيركل، بيبقوا كبار قوي في الاوكس، دول بازلر تيوبيركل ودي البولة تمبانيكا، دي كده البولة تمبانيكا، بيبقى طالع منها هنا ماسكولار بروسيس قوي جدا بس مكسور. لو هنشوفه هنا ده الماسكولار بروسيس ودول البازلر تيوبيركل ودي البولة تمبانيكا. الفتحة دي اللي هي فتحة الود الاكسترنال اكوستيك ميتس، اكسترنال اكوستيك ميتس. هنشوف كمان هنا ده البلاتين فيشر واسع قوي، وبعدين الروستر البلاتين فوري من هنا ده بيبقى في اخر قرب اخر الدروس خالص، سوبرا اللي هو الروستر البلاتين فتحة البلاتين كانال، وهنا ده على طول جنبه على طول ده الكودا البلاتين، يعني كده البلاتين كانال قصيرة جدا في حالة الاوكس. ده الكودا البلاتين وده الروستر البلاتين، واضح دي كده الهوريزونتال بارت اوف ذا بلاتاين بون تمثل حوالي ربع مساحه الهارد بلت. تحت الكودا البلاتاين على طول بيبقى السفينو بلاتاين الكبير ده، والماكسيلري ما بيبانش هنا لان البوله تمبانيكا بتبقى مغطيه عليه، البوله لاكريماليز او اللاكريمال بوله بتبقى مغطيه عليه. الاثنين اللي احنا شايفينهم دول التيروكويد بروسيس، وده الاخراني ده التراجويد هاميروس. ولو بصينا كده بنشوف دي عظمه الفومر
ودول فتحتين كني. يبقى احنا كده قلنا اهم الحاجات اللي موجودة في عظمة الأكس. لو جينا نشوف الجمل، دي الاسكال بتاعت الجمل. طبعا الجمل اهم ما يميزه ايه في الاول؟ ان البرايتال بوم تبقى كبيرة قوي والفرانتال بوم تبقى صغير، واللي بيفصل عظمتين البرايتال ده الكبير ده الاكسترنال ساجيتال كريست او اكسترنال برايتال كريست، ومقسوم للاتنين تيمبورال لاين دول، وفي نهايته ورا النكل كريست كبير قوي، كل ده النكل كريست. في الفرانتال بون هنا برضو بنلاقي الخرمين اللي هم السوبرا اوربيتال فورامينا دول، واحيانا بيبقوا دبل كمان. بيبان برضو هنا التروكليير فيشر اللي هو ده، من الحاجات برضو اللي تميز الجمل. لو نزلنا كده على الجنب ده الانفرا اوربيتال فوريمن، لو رجعنا ورا كده هنبص هنلاقي اللاكريم الفصة بتبقى دبل، وتحتيها المجزيلري فوريمن الكبير قوي ده اللي هو المدخل بتاع الانفرا اوربيتال كانال. يعني ده كده المجزيلري فوريمن وده الانفرا اوربيتال فوريمن، دي كده الانفرا اوربيتال كانال. لو نزلنا تحتيه بنلاقي الاسفينوبالاتاين فوريمن الكبير ده، وبعدين الكودا البلاتاين فوريمن الصغير ده اللي هو المدخل بتاع البلاتاين كانيل. تبص بقى الروستر البلاتاين فوريمن فين؟ اللي قدام قوي ده، يعني عند الدرس الاولاني تقريبا. يبقى شوف بقى البلاتاين كانال هنا طويلة ازاي في الجمل، عكس ما قلنا في الاوكس كانت تعتبر قصيرة جدا. ده الهوريزونتال بارت او ذا بلاتاين بون، برضه يمثل حوالي ربع مساحة الهارد بلد. بعدين التيروجويد بروسيس والتيروجويد هاميرس، الحتتين اللي في الاخر دول. لو جينا شفنا، طبعا ما فيش بازل ارتيوبيركل زي الاوكس، لو جينا شفنا مجموعه الاوربيتال جروب هنلاقيها زي الاوكس برضو، ده الاوربيتال اوبننج بتاع السوبرا اوربيتال كانال، يبقى تحتيه على طول بيبدا الاسمويدال، ادي الاسمويدال فوريمن، تحتيه الاوبتيك اهو اوبتيك فوريمن، تحتيه هيبقى الاوربيتو راوند اللي هو الكبير ده، وبعدين بعديه يبقى الاوفل فوريمن، ادي ده الاوفل فوريمن. البولة تمبانيكا طبعا صغيرة هنا قوي، دي البولة تمبانيكا، والجاجولار بروسيز القصيرين قوي دول. لو جينا في الجمل الخرمين الكبار قوي في الجمل اللي فوق الفوريمن ماجنم دول، دول اللي هم الماستويد فوريمن. الجمل ورا هنا ده الماستويد فوريمن الكبير قوي ده على الجنبين اهو، فوق على طول فوق الفوريمن ماجنم ده الماستويد فوريمن. يبقى كده دي اهم الحاجات في السكال بتاعت الجمل. لو جينا نشوف السكال بتاعت الشيب والدوك، السكال شيب فيها كل المواصفات اللي احنا قلناها في الاوكس تقريبا. طبعا هنا مفيش قرنين، بس يعني ممكن تبقى طالع كورنوال بروسيس زي الاوكس. لو مفيش الكورنوال بروسيس بيبقوا الحتتين دول اللي بيتسموا فرانتال تيوبركل او الكورنوال تيوبركل مكان خروج الهورن. برضو نفس الكلام، ده الانفرا اوربيتال فوريمن، ده السوبرا اوربيتال فوريمن. هنشوف برضو هنا مجموعة الاوربيتال بعد الاوربيتال جروب، بعد الاوربيتال اوبننج اوف ذا سوبرا اوربيتال كانال يبدا الاسمويدال اوبتيك اوربيتو راوند اوربيتو راوند، وبعدين الاوفال فوريمن، وده الفوريمن اللاثر. يبقى دي كده في حالة الشيب.
الدج برضو بيتميز. اهم ما يميز الدج هنا ايه؟ النقل الاكسترنال ساجيتال كريست برضو بارز جدا زي الجمل، هو التيمبورال لاين. النقل كريست بيبقى تريانجولار ان شيب، وبرضو موجود الاثنين ماستويد فوريمن على الجنبين اهم. مميز قوي الدج كمان بان السوبرا اوربيتال بروسيس بتاعت الفرونتال بول تبقى قصيره وما بتوصلش للزيجوماتيك ارش. ده كده الزيجوماتيك ارش بيعملوا عظمتين، العظمه اللي جايه من ورا من التيمبورال بول يبقى اسمها زيجوماتيك بروسيس اوف تيمبورال بول، والعظمه اللي جايه من قدام الزيجوماتيك بول تتسمى تيمبورال بروسيس اوف زيجوماتيك بول. الاثنين مع بعض بيعملوا الزيجوماتيك ارش. ده الوضع كده في الدب وزيه فين في الجمل، برضه هم عظمتين اللي عاملين الزيجوماتيك ارش، زيجوماتيك بروسيس اوف تيمبورال وتيمبورال بروسيس اوف زيجوماتيك. اللي جايه من ورا زيجوماتيك بروسيس اوف تيمبورال، واللي من قدام تيمبورال بروسيس اوف زيجوماتيك. يبقى ده اهم ما يميز الدج. برضو بقى هنشوف الحاجات التقليدية اللي احنا بنشوفها، الانفرا اوربيتال فوريمن، مفيش سوبر اوربيتال طبعا، لاكرم الفصة اهي تحتيها المجزيلري فوريمن الكبير قوي شايفينه قد ايه، اللي هو مدخل الانفرا اوربيتال كانيل. مجزيلري فوريمن تحتيه هيبقى السفينو بلاتاين وكودا البلاتاين بيبقوا صغيرين قوي. هنيجي نشوف الاوربيتال جروب، تبدا بايه؟ بدبل اسمويدال، ادي دبل اسمويدال فوريمن تحتيه على طول، او لو بصينا من هنا كده نشوف احسن. دبل اسمويدال تحتيه الاوبتيك، اوبتيك فوريمن تحتيه الاوربيتال فوريمن، وبعدين الراوند فوريمن هو الفتحه بتاعت الالر كانال. يعني في الالر كانال هنا في الدج اهي زي بتاعت الهورس دي كده، الالر كانال يعني مفيش هنا الاوربيتال والراوند، ما بيعملوش اوربيت وراوند. الاوربيتال والراوند هنا مفصولين زي الهورس، والراوند هو الفتحه الاماميه بتاعت الالر كانال. يعني اخر واحد ده الراوند بيبدا من هنا الالر فوريمن اهو، لو دخلت حاجة من الالر فوريمن تطلع من الراوند فوريمن، يعني دي كده الالر كانيل. وراها على طول بيبقى الاوفل فوريمن، ده الاوفل. البولة تنباني زي ما احنا شايفين كده كبيرة قوي في الدج، وده الاكسترنال اكوستيك ميتس. ولو رجعنا ورا البولة تنباني ده يبقى الجاجولر فوريمن. يبقى دي اهم الحاجات اللي موجودة في الدج. برضه نفس الكلام هنشوف الروستر البلاتاين فوريمن والبلاتاين فيشر. دي اهم الحاجات اللي موجوده في الدج. وكده يبقى خلصنا السكال بتاعت الاوكس والجمل والشيب والدج. شكرا.